حتى لو لعب مدة أقل. صحيح يا كابتن. طيب أعزائي المشاهدين، معانا تليفون طبعا، احنا ملوك الصلاة لازم نطمن على نجومنا حتى لو هم بعيد عن الملعب. يعني معانا مؤمن ابو العينين طبعا، لاعب الفريق الاول لكره السله المصاب واللي اتصاب وجاله رباط صليبي، ويعني يمكن عمل العمليه منذ حوالي اسبوعين وبنطمن عليه. مؤمن ازيك؟ تمام يا كابتن ايسر، مساء الخير. وانت خير يا كابتن محمد الالفي؟ مساء الفل، سلامتك الف سلامه كابتن الالفي. بيقول لك الف سلامه وان شاء الله ترجع عن قريب. يعني طمنا عليك يا مؤمن، قول لنا يعني اخبارك ايه، عملت العمليه امتى، يعني طمنا على حالتك. لا والله انا عملت العمليه عند الدكتور احمد عبد العزيز من اسبوعين بالظبط، الحمد لله. يعني هو طمني وانا ماشي دلوقتي، مفروض في الخطوات اللي هو قال لي عليها ان انا اريح شويه لمده تقريبا شهر، ما احطش رجلي على الارض، وبعد كده ان شاء الله في تاهيل على طول، مش هيبقى في مشاكل يعني ان شاء الله. يعني انا عرفت يا مؤمن ان انت طبعا يعني اصريت على عمليه، يعني تعمل عمليه سريعا، يعني ما انتظرتش حتى ان انت تسافر بره او حاجه، انت طلبت تعمل عمليه هنا عشان ترجع بسرعه. بالظبط. طبعا كابتن هيثم النادي الاهلي متاخرش يعني، هم بصراحه عرضوا عليا ان انا اروح المانيا وكده، لكن انا موضوع الوقت بالنسبه لي كان مهم، لان انا كنت يعني سالت على دكتور احمد وهم قالوا لي ان هو هنا في مصر الموضوع ما يختلفش عن المانيا كتير، فانا اخترت ان انا اعملها في مصر هنا علشان يعني التاهيل كمان يبقى معايا والمتابعه تبقى معايا دايما وكده. لا هو دكتور احمد عبد العزيز طبعا اسم كبير وعمل عمليات كتير للعيبه نجوم ورجعوا سريعا للملعب. يعني احنا ممكن خلال اشهر بسيطه ان شاء الله. انا عارف يا مؤمن انت لعيب مجتهد جدا ولعيب مخلص وبتخلص لعبتك، يعني يعني انا متاكد ان شاء الله انت ترجع سريعا للملعب. طيب يعني يعني بتاخد العلاج الطبيعي لما هتاخده هنا ولا هتكون في اسكندريه ان شاء الله يا مؤمن؟ لا لا في القاهره ان شاء الله. في القاهره يعني العلاج الطبيعي هتحافظ عليه في القاهره؟ بالظبط. يعني انا بس هي اول فتره دي اللي هي بعد العمليه على طول انا قاعد في اسكندريه، لكن بعد كده ان شاء الله هبقى متواجد في القاهره دايما والتأهيل كله في القاهرة إن شاء الله. طب يا مؤمن يعني توقعاتك لماتش قبل النهائي بكرة طبعا ضد نادي سموحة، الأخبار إيه؟ تتوقع إيه لفرقتك؟ والله هو أنا كنت لسه بكلم الشباب، بصراحة هو ماتش صعب، لكن إحنا مركزين جدا. إحنا السنة دي الحمد لله لعبنا بطولتين، الحمد لله خدناهم، بطولة المرتبط وبطولة أفريقيا. صحيح. إحنا هدفنا السنة دي إن شاء الله إن إحنا يعني ناخد كل حاجة طبعا، زي ما إحنا متفقين من أول السنة. السيمي فاينال ماتش سموحه، هو الناس كلها تفتكر ان هو ماتش سموحه ممكن يكون ماتش ضعيف او يكون ماتش ما يعني ايه، مش فريق يعني الاهلي او مش الزمالك او الجزيره او سبورتنج او الاتحاد، لكن لا، فرقه سموحه فرقه كويسه، وانت عارف يا كابتن هيثم طبعا ماتشات الكؤوس دي ما لهاش حسابات. صحيح. يعني ممكن في لحظه تلاقي نفسك ان انت خسرت، او ممكن تلاقي في نفسك في لحظه بره الكاس لا قدر الله، لكن احنا ان شاء الله الفرقه مركزه، ان شاء الله نعدي ماتش سموحه، احنا عايزين ناخدها خطوه بخطوه، نعدي ماتش سموحه ان شاء الله، وبعد كده نشوف الفاينل بقى بحساباته بحاجاته وربنا يكشف ان شاء الله. انا متفائل جدا 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 ان شاء الله بالكاس مبدئيا، وبعد كده ان شاء الله نخش على الدوري ان شاء الله. ان شاء الله يا مؤمن يعني، وربنا يسهل. انت طبعا وجودك مأثر مع الفرقه، بس الرجاله ان شاء الله قدها. طبعا اكيد طبعا انت وجودك كان يفرق معانا جدا، وان شاء الله اكيد يعني بعد ما ترجع بالسلامه طبعا هتكون اضافه زي ما انت فعلا اضافه مع الفريق. يعني اللاعب مؤمن ابو العينين شكرا جزيلا والف الف سلامه، وربنا يطمنا عليك وتقوم بالسلامه ان شاء الله وترجع للملعب يعني احسن من الاول. كابتن محمد خيري بقى. طارق خيري كان بيمرن اليوبلس قبل السنه. ايوه صحيح. كابتن طارق خيري فعلا كان بيمرن اليوبلس. في سيد دلوقتي من النادي الاهلي برضه، هو السيد مصطفى كان مدير فني النادي الاهلي.